لها في كل مكان، كما نرحب بضيوف الميدان من كافة دول الخليج، ونرحب بالمشاهدين عبر شاشات التلفزة والمستمعين عبر أثير الراديو. تستمر مشاهدين الأعزاء الأشواط الرئيسية، حيث يستعد في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء الشوط الأول الرئيسية الخاص بالحقائق القعدان. وأذكر السادة المتابعين بأن برنامجنا الصباحي لهذا اليوم بأن أشواطنا وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن الانطلاقة الأولى 15 شوطا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وتبدأ بعدها مباشرة أشواط هجن أبناء القبائل والأشواط العامة. وأنقل الكلمة والميكروفون في هذه اللحظات للزميل العزيز شجاع العتيبي، مرحبا بك يا شجاع. شكرا محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مع انطلاقة شوطنا الرئيسي للحقائق القعدان لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الكرام في هذا الصباح وفي أول أيام هذا المحلي الأول أول أيام هذا الموسم الحافل بالإنجازات. نتمنى التوفيق للجميع. أتقدم مباشرة مع الفائز بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. من يقدم لنا الفائز مع المركز الأول المركز الثاني؟ رمح من غير مع المركز الأول. هذا الشعار الغرفاوي الحاضر مع الأشواط الرئيسية، يحضر مع رمح مع المركز الأول. يقدم لنا رمح الشعار الغرفاوي هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي. من يقدم لنا رمح من غير مع المركز الأول؟ المركز الثالث الوصول من عاصب مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وحمد بن طالب بن علي بن عمارة، يتواجد مع عاصب. المركز الرابع الوصول من شعار هجن أم الزبار مع المحنك. من يتواجد مع رابع الأسماء؟ والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات والقدوم. يا سلام يا سلام يا الواصل القادم في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الرابع النخش هجن أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم، ولكن الوصول من قبل ذياب هجن أم الزبار وأيضا سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم، ولكن عاصب مع الشوط الرئيسي، عاصب مع الشوط الرئيسي بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ولكن الوصول من قبل ثياب وعاصب، ولكن هجن أم الزبار عاصب وثياب. الشوط الرئيسي مع عاصب. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وحمد بن طالب بن علي بن عمارة. من قدم لنا عاصب مع الشوط الرئيسي؟ المركز الثاني ذياب هجن أم الزبار، المركز الثالث كان رمح بالشعار هجن الغرافة، المركز الرابع الاعديد هجن أم الزبار، المركز الخامس كان الوصول من النخش بشعار هجن أم الزبار. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على فوز عاصب وانتزاعه للشوط الرئيسي في هذا الصباح، الشوط الرئيسي للقعدان الحقائق. ومن قدم لنا عاصب حمد بن طالب بن علي بن عمارة. توقيت الزمن دقيقتين 57 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على هذا الفوز وعلى هذا الناموس في هذا الصباح. المركز الثاني كان الوصول من ذياب هجن أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم.
دقيقتين 57 ثانية 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول من رمح بشعار هجن الغرافة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. التوقيت الزمني دقيقتين 58 ثانية 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانية لمالك عاصب سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد.